الواقع السياسي في تل أبيب يطلعنا أو تطلعنا عليه دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية. أهلا بك دانا معنا. إذن الآن عندما نتحدث عن ارتفاع وتيرة استهداف الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة، حديث أيضا من هيئة البث الإسرائيلية عن أن هنالك حادث خطر يصيب الإسرائيليين في غزة وتحديدا غرب رفح الفلسطينية، تداعيات هذه الأخبار على الشارع السياسي، خصوصا أن هنالك حديث أيضا جاء ربما من منك بأن هنالك شرطة تم تعيينها لاعتقال أهالي المحتجزين الذين يطالبون بإطلاق سراحهم. نعم دانا، كل عام وانتم بخير. أولا في عرفات. نعم، وأنت بألف خير. والحديث عن مجمل التطورات الميدانية كما ذكرت، هنالك العديد من هذه النقاط التي وجب توضيحها حتى اللحظة فيما يتعلق في هذه الحادثة الصعبة كما توصف في قطاع غزة. كلها جاءت على لسان وعلى بيانات المقاومة الفلسطينية بأن هنالك استهداف ناقلة جند من نوع نمر، وبأنه تم استهدافها في الصواريخ المضادة للدبابات والدروع، وأنها سقطت كل من فيها ما بين قتيل وجريح. أما في رسميا دعنا نقول سواء القناة 12، 14، 13، هيئة البث الرسمية، كلها حتى اللحظة لم تورد أي أخبار تفيد بوقوع حادثة صعبة، ولكن هنالك بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية غير الموثوقة كانت قد تحدثت منذ ساعات الصباح عن هذا الحدث. ولربما كان الأسبوع الماضي هنالك ذات المصادر الإسرائيلية التي نتحدث عنها كانت قد تحدثت عن حادثة صعبة في غزة، وتم تأجيل تأكيدها من قبل المتحدث باسم جيش الاحتلال أو وسائل الإعلام الإسرائيلية الرسمية، ولكن فيما بعد ثبتت صحة هذه الأقوال حسب ما نقلته بيانات المقاومة الفلسطينية. لذلك المصادر الإسرائيلية وهي مصدر وحيد يتحدث عن مقتل 8 جنود إسرائيليين بين جنود وضباط كانوا في ناقلة جند في غرب رفح تحديدا، وفي وقت الاستراحة وقت النوم قامت فصائل المقاومة بإطلاق صواريخ مضادة للدبابات فأردتهم بين قتيل وجريح. في ذات الوقت كانت بعض المصادر الإسرائيلية تتحدث عن وصول وهبوط مروحيات عسكرية تنقل جرحى إلى القدس المحتلة وإلى مشافي الداخل، وهذين حدثين منفصلين. نتحدث أن ناقلة الجند الذي تم تدميرها، وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن وجود 8 قتلى فيها، أما وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث أن هنالك عملية قنص تمت في مناطق في رفح وتم على إثرها نقل الجنود إلى المشافي الإسرائيلية. ولكن حتى اللحظة نؤكد أنه لا تأكيدات رسمية سواء على لسان الناطق باسم جيش الاحتلال أو حتى هذه معلومات كما ذكرنا من مصادر إعلام غير موثوقة. ولربما في الساعات القليلة الماضية عندما ينتهي ويخرج هذا السبت يكون هنالك نقل لهذه الأخبار. طيب، تداعيات هكذا أخبار هذه التداعيات، وهنا أريد أن أعيدك إلى يوم أمس وحديث هيئة البث الإسرائيلية عن أن العملية في رفح ستستمر لأسبوعين آخرين، بالإضافة إلى أن موضوع التفاوض ليس بالقريب. بالفعل هذه رفح رعد الذي حشد الاحتلال كل قواته وألويته، نتحدث في المجمل عن 8 ألوية كانت قد عملت في رفح، 5 منها من جنود الاحتياط. تم استدعاء ألوية أخرى للعمل في هذه المنطقة لأن بنيامين نتنياهو زعم أن هنالك 4 ألوية تابعة لحركة حماس ما زالت تعمل هناك. زعم أيضا بأن المحتجزين متواجدين في رفح وبأن قادة أو كبار القادة في الصف الأول من فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسهم السنوار لربما الضيف متواجدين في رفح، لذلك وجب الدخول إلى رفح، حتى أنه دخل في سجال مع الإدارة الأمريكية ومع الدول الأوروبية لإقناعهم بضرورة الدخول إلى رفح. حتى اللحظة بعد هذا الدخول العسكري وتوسيع هذا الدخول العسكري لا إنجازات عسكرية تذكر، لم يتم تحرير أي محتجزين من رفح، لم يتم القضاء أو الوصول إلى أحد كبار القادة كما روج الإعلام الإسرائيلي، وكذلك الحال على العكس، هنالك إصابات وقتلى وجرحى وكمائن تنفذ في رفح. في ذات الوقت هيئة البث الرسمية قالت بأنه بعد أسبوعين ستنتهي العملية العسكرية في رفح، هذا يعني بأن المستوى السياسي يجب أن يتخذ قرار، إما أن يراوح مكانه في رفح وإما أن ينسحب من رفح ويعلن انتهاء المرحلة الثالثة
من الحرب في قطاع غزة، وبهذا تنتهي العمليات العسكرية، وبعدها يجب أن يتحرك في المنحنى السياسي وهو الوصول وإتمام هذه الصفقة، وإما أن يجعل غزة هي دعنا نقول جبهة ثانوية والجبهة الرئيسية تتحول إلى الشمال وسط التصعيد والتداعيات بين حزب الله وإسرائيل. هذه كلها مرتبط في انسحاب رسمي للجيش الإسرائيلي بعد أسبوعين من هناك، ولكن لربما الإعلان من قبل فصائل المقاومة اليوم عن هذا الحدث الأمني الصعب في غزة سيكون له تداعيات في الشارع الإسرائيلي، وخاصة أنه يتزامن مع يوم السبت، اليوم الذي يكون فيه حشد أكبر للتظاهرات في تل أبيب التي تنادي في ضرورة الإفراج عن المحتجزين ووقف الحرب والوصول إلى صفقة، وخاصة بعد قرار شرطة الاحتلال كما نقلته يدعوت أحرنوت الإسرائيلية بتخصيص وحدة النخبة، هذه الوحدة التي كانت تتعامل مع مكافحة الإرهاب، اليوم الشرطة الإسرائيلية كانت قد أنزلتها إلى الشوارع الإسرائيلية للتعامل مع المتظاهرين، وفي طبيعة الحال سيكون له تداعيات ولربما مواجهات ما بين شرطة الاحتلال وبين المتظاهرين الليلة. دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل الميدانية والسياسية، وننتظر بالتأكيد تفاصيل أكثر حول مظاهرات هذا اليوم منك إذا ما قد قديت. شكرا جزيلا لك دانا.